يعني التطورات الميدانية الأبرز في جنوب قطاع غزة هو ما يحدث في مدينة رفح، خاصة بعد الانسحاب أو بعد التراجع العسكري الإسرائيلي من منطقة الشاكوش ومن منطقة المنتزه الإقليمي والبركسات باتجاه المنطقة الجنوبية الغربية من حيث للسلطان على طريق شارع البحر ومنطقة الطيارة. هذه المنطقة التي تراجعت إليها الدبابات والآليات الإسرائيلية بعد ليلة صعبة أو بعد عدة أيام قاسية على النازحين، أدى ذلك إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، حيث استشهد أمس 10 من المواطنين وأصيب أكثر من 80 آخرين، وكان هناك عدد من جثامين الشهداء والمصابين الذين هم على الأرض. بعد الانسحاب الإسرائيلي أو بعد التراجع الإسرائيلي إلى منطقة حيتل للسلطان، تقدمت فرق الإسعاف، فرق الدفاع المدني، بحثت بين الخيام، بين الكثبان الرملية. تم العثور حتى اللحظة على 5 من الشهداء الذين استشهدوا وعدد من الإصابات التي نقلت إلى المستشفى الذي تديره اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما تواصل الفرق الطبية البحث أيضا في هذه المنطقة الممتدة في منطقة الغرب والشمال الغربي من مدينة رفح وخان يونس للبحث أكثر عن شهداء أو مصابين محتملين، خاصة وأن الجهات المختصة تقول بأن هناك عدد كبير من المفقودين سواء كانوا أطفال أو نساء أو رجال، يعني فقدوا عندما تقدمت الدبابات الإسرائيلية إلى منطقة الشاكوش وبدأت بعمليات القصف العشوائي. العائلات تبعثرت، الكل كان يهرب ويبحث عن مكان آمن، وبالتالي الآن جاءت ساعة البحث عن العائلات أو عن المفقودين. نتمنى ألا يكون هناك المزيد من الشهداء بين الخيام وبين الأشجار والكثبان الرملية، لكن تراجع الآليات الإسرائيلية من منطقة الشاكوش هذا لا يعني انسحاب للقوات الإسرائيلية من هذه المنطقة. الآن القوات الإسرائيلية تتمركز على المنطقة الجنوبية الغربية من حيث للسلطان، ومن حين إلى آخر تقوم بعمليات القصف المدفعي على بعض المناطق في منطقة حيتل للسلطان وأيضا أحياء السعودي، التي لا تزال الآليات الإسرائيلية متواجدة على الأطراف الجنوبية من هذا الحي. لذلك الوضع في رفح لا زال خطيرا جدا بسبب قيام طائرات كواد كابتر والآليات الإسرائيلية بإطلاق النار على كل مجموعة من المواطنين تحاول التقدم إلى داخل عمق حيتل للسلطان أو الأحياء السعودي. هذا ما يعني آخر المستجدات فيما يتعلق بالمنطقة الغربية من رفح. أما المناطق وسط رفح، مخيم الشابورة، البرازيل، يبنى، سوق الحلال، قراج العودة والشرقي، والذي شهد بالأمس اشتباكات عنيفة وتقدم عدد كبير للآليات، الآليات الإسرائيلية لا زالت تتقدم وتتراجع يعني في إطار التمويه العسكري وخطط الاحتلال العسكرية في هذه المنطقة مع استمرار عمليات القصف المدفعي والجوي من حين إلى آخر. الأوضاع في رفح لا زالت خطيرة وحرجة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية، ولا حديث أبدا بالمطلق عن انسحاب للقوات الإسرائيلية من مناطق رفح أو يعني انسحابها من الداخل العمق السكاني إلى منطقة محور فيلادلفيا. هو عمليات تراجع للآليات الإسرائيلية، تتراجع عدة ساعات، ربما في أي لحظة تتقدم هذه الآليات مرة أخرى، وهذا حدث في السابق عديد المرات. لذلك الأوضاع خطيرة، القصف الإسرائيلي متواصل، القصف الجوي، البحري، المروحي، وأيضا من قبل الزوارق البحرية، ولا تزال حتى اللحظة الفرق الطبية تبحث عن مزيد من الشهداء والجرحى بين الخيام النازحين وبين الكثبان الرملية. أما في خان يونس هذه المنطقة لا زالت الأوضاع صعبة رغم انسحاب قوات الاحتلال من خان يونس، إلا أن هذه المدينة تحديدا المناطق الشرقية منها والغربية تشهد عمليات قصف مدفعي وجوي من وقت إلى آخر، مع استمرار الآليات الإسرائيلية المتمركزة على طول الحدود الشرقي، تحديدا من بلدة الفخاري في الجنوب الشرقي وحتى بلدة القرارة في الشمال الشرقي. طول هذا الشريط الحدودي يتعرض إلى عمليات إطلاق نار من قبل الدبابات والآليات الإسرائيلية، بالإضافة إلى أن المنطقة الغربية
من خان يونس تشهد غارات جوية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، لكن حتى اللحظة لا إصابات ولا ضحايا يعني منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة. أما فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية الطبية الصحية في جنوب القطاع فهي كارثية لا تختلف أبدا عن يعني مجمل ما يحدث في كل مخيمات ومدن قطاع غزة. الأوضاع الإنسانية بائسة، الأوضاع الطبية هي أشبه بحالة انهيار، خاصة مع استمرار إغلاق معبري كرم أبو سالم وأيضا معبر رفح ونقص إدخال الإمدادات الغذائية والطبية والمعدات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى شح إدخال المحروقات والسولار اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية للمشافي والمرافق الصحية في قطاع غزة. أشكرك من خان يونس إبراهيم قنن مراسل الغد.